جايبته في الفرن، شوفوا اللون تاع تاع الفرينه المحمصه كي طاح ذوق شباب. نتمنى شوفوا، نتمنى ان شاء الله تجربوه. وصفه ناجحه مليار في المية، سيتو سيتو خصوصا البنات اللي يبغوا المذاق تاع السلو، هذه يعطيكم نفس المذاق تاع السلو. نتمنى ان شاء الله عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوها للعيد ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم خياتي، كيفكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم وصفه اللي نبغيها بزاف. هذه وصفه اللي محبوبه عندي بزاف ولازم ما تخطريش في طاوله العيد، اللي هي بوسو وتمسو بطريقه شابه وبنينه وتقطع لك كميه لاباس بها. كما تعرفوا نخدم لي كوموند ونخدم بزاف بالشوكولا، كي تشوفوني نقهم بزاف لازم عليا ديال الحلوى تكون دائما في الطاوله. روحوا بسم الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. شنحتاجوا في هذه الوصفه؟ عندنا 250 غرام تاع زبده طهيه تكون درجه حراره الغرفه، عندنا زوج مغارف كبار تاع سكر ناعم ما يعادل 100 غرام، عندنا ثاني جنجلان زوج مغارف كبار ثاني ما يعادل 100 غرام، وعندنا الجنجلان لازم يكون محمص، وننصحكم انكم الجنجلان ديروا داك الجنجلان الاحمر اللي يكون فيه ريحه شابه بزاف. وعندنا 100 غرام ثاني تاع كوكاو اللي يكون مرحي ومحمص، هنايا كوكاو تاع بقشورو كيما تبغوا ديروا مكسرات، اي نوع مكسرات تبغوا لكم الاختيار. ونحتاجو تانيك حوالي 100 غرام تاع ماء الزهر، ونلمو هذا الخليط تاعنا كامل بالفينه، الفينه اللي هي الطحين كيما كتلاحظوا راني محمصاته، وشوفوا اللون اللي تحصلنا عليه، تحمصي على النار هاديه باش تحصلوا على هذا اللون. نروحو طريقة التحضير. أول مرحلة شنديرو؟ نديرو الزبدة تاعنا اللي هي 250 غرام، نديرو معاها السكر ناعم. السكر ناعم كيما لاحظتو مكترتش، مخاطرش دير حسابكم غادي نردوها في السكر ناعم، على بها ديرو كمية قليلة فقط. خلطوهم جيدا حتى يندمجو المقادير مع بعض. سمحولي لك أنا كنت تسمعو الصوت تاعي شوية، الله غالبا فيا لاكريب، دعولي برك الشفاء. خلطو مليح هذاك السكر ناعم، خلطناه جيدا، ندمجو مع المقادير مليح، نضيفو له ماء الزهر ونخلطو. كما تعرفوا انا حاطه في القناه وصفه بوسو وتمسو بطريقه اخرى، وهذه وصفه ثاني شابه بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها خصوصا اللي يبغوا البوسو وتمسو بطريقه جديده بزاف كانك راكي تاكلي في السله. خلطوا جيدا المقادير ونوليكم. من بعد ما خلطنا المقادير جيدا كما تلاحظوا نخلطوا حتى يدخل هذاك المظهر مليح في داك الزبده. هنا بالنسبه للاخوات قد ديري بالباتور على الاختيار. نضيفوا ذوق المكسرات، هنا الشغل تاعه البنه تاعه ان يكون فيه الجنجلان والكوكاو يكون محمصين. خلطوهم مليح، واحد الريحه صدقوني. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتردوا لي رايكم في لي كومونتير. ونديروا هنايا الطحين نلموها كامل بالفرينه اللي تكون محمصه. هنا ما نديروا لا خميرة حلويات لا لا ليفيرشين عفوا لا فانيليا، اي هكا ونلمو حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. ونتلاقوا هذه العجينه تحصلنا عليها، ما لازمش تنشفوها بزاف، ديروا حسابكم بلي فيها الفرينه محمصه تزيد تشرب. خلوها هذه الطريقه دروك نشكلوها، حال بوش يكون طويل نبدو نشكلو فيها عادي. هنايا كما تعرفوا هاد الوصفة ما فيها لا خمية الحلويات لا والو، وكل شيء طايب، عندنا غير ديك الزبدة فقط، ما تشدناش الوقت في الطياب. شكلوها بهذا الشكل حلبوش هكا، دايما سكتيها هكا ما تخافيش منها بهذا الشكل بهذه الطريقة الشكل. هنا السمك يقعد لكم نتوما، السمك يقعد لكم نتوما، تبغوها خشينه كيما تبغوا، الحبه تاعكم تكون شويه رقيقه بهذه الطريقه. انا هذا هو السمك اللي نبغيه. دروك نجيب خدمي، دروك نقصوها مقروضات بهذا الشكل، ماذا بكم يكونوا مقروضات قد قد بهذه الطريقه. نديرها في طله وندخلها في الفرن اللي يكون مسخن 5 دقائق ولا قدام،
وبعد طيبوها طيب خفيف ديرو حسابكم قلت لكم كلش راه طايب ومن بعد كي طيب ولو مع بعض نغلاصوها مع بعض. هنا بعد ما طابنا الكاطو كما كتلاحظوا شوفوا اللون يتحسن عليه يكون لون ذهبي كما تعرفوا الاخرى محمصه ما يبان لكمش اللون ويقابلوه واحد ربع ساعه ولا يكون طايب. نجيبوه في داك الوقت تكونوا داين كميه من السكر ناعم ولازم عليكم الكاطو يكون دافي ونبداو نرمدوا الحبات تاعو هنا بهذه الطريقه خليهم يتشربوا مليح السكر الناعم عاد نكملوهم تكملوهم ترمان. انا غادي نديرهم في السكر الناعم كامل ومن بعد نتلاقوا نكملوا لا فينيسيو تاعهم. هنا بعد ما قعدت واحد 10 دقائق في السكر نبداو نقلعوا الزوائد. هنايا هذا الكاطو لازم له يترمد زوج خطرات باش تجيك نتيجه شابه بزاف. وفي خاطركم رمدوا باسكو يتفتت بالخف وما كاش اشكال الا كان قعتي الحبه تاعك كشغل تشقت عادي غادي كلشي يدرك بالسكر الناعم. انا غادي نكمل بهالطريقه نكمل كامل الحبات اللي عندي ومن بعد نغبرهم للمره الثانيه ونولو مع بعض نوريلكم في صحن التقديم. لازم قدام نضل نوريكم صحن التقديم لازم تقلعوا كاع الزوائد تاع السكر الناعم هكا بيجيكم بيان لوس. انا غادي نكمل بهالطريقه حتى نكمل كامل الحبات ونتلاقاو مع بعض نشوفو في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع حلوتنا تاع نهار اليوم بعد ما رمدته المره الثانيه وبعد زدت له كميه من السكر الناعم تحصلت على هذا الشمبة بهذا الكيسات. انا هذه هي الكميه اللي قطعت لي قطعتها لكم قطعت لي حوالي 20 حبه. نتوما باغي تعرفوا المقادير لكم الاختيار دونك نجيب لكم حبه نقسمها معاكم باش تشوفوها كي جات دايره. صدقوني بنين بزاف كي سنو بوس وتمسو جاي يدوب في الفرن. شوفوا اللون تاع تاع الفرينه المحمصه كي طاح ذوق شباب. نتمنى شوف نتمنى ان شاء الله تجربوه وصفه ناجحه مليار في المليار سيتو سيتو خصوصا البنات اللي يبغوا المذاق تاع السلو هذه يعطيكم نفس المذاق تاع السلو. نتمنى ان شاء الله عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم نتمنى ان شاء الله تجربوها للعيد ان شاء الله باذن الله. وتشاركوني تطبيقاتكم عبر الرابط في الفيسبوك ولا الانستا. دوك معليه نقول لكم الى الملتقى الى فيديو اخر ان شاء الله.